مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو رحلة ميلاد المسيح الجزء الثاني احنا بدأنا هذه الرحلة الأسبوع الماضي وتكلمنا عن كيف أن العهد القديم تنبأ عن ميلاد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح فلم يكن دخول المسيح للعالم صدفة ولم يكن تجسده من العذراء مريم، ولدته من العذراء مريم صدفه، لكن ده كان تحقيق لنبوات كثيره تكلم عنها الرب في العهد القديم. واحده من الامور اللي بتميز الكتاب المقدس عن اي كتاب اخر هو الاعلان الالهي. نعم فكل الكتاب موحى به من الله. وفي نفس الوقت نحن نؤمن ان الكتاب المقدس كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لكن هذا الاعلان الالهي بيطلق عليه ايضا انه اعلان متدرج، واحده من سمات اعلان الله في الكتاب المقدس هو انه اعلان متدرج، يعني ايه اعلان متدرج؟ الاعلان المتدرج معناه انه في مراحل كثيره من معاملات الله وتاريخ الخلاص او الفداء الله كان بيعلن أشياء وبعدين هذه الأشياء يعطي عنها تفاصيل أكتر فتفاصيل أكتر لحد لما تكتمل الصورة فلو جينا ناخد مثلا شخص الرب يسوع نعرف أنه أول إعلان اتقال عن الرب يسوع في الكتاب المقدس مذكور في تكوين 3-15 انه اضع عداوه بين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عاقبه فده كان اول اعلان عن شخص المسيح يسوع عشان كده المره اللي فاتت اتكلمنا عن هذه الايه وقلنا انه هذه الايه يطلق عليها البشاره الاولى او الانجيل الاول الاول اعلان عن مجيء المسيح انه سياتي من نسل المراه سياتي من نسل المراه لكن مع مرور الوقت يبدا الله يعلن لنا تفاصيل اخرى عن شخص المسيح انه هياتي من نوح وهياتي من واحد من ابناء نوح هو سام وهياتي ايضا من واحد من ابناء سام هو ابراهيم وهيأتي من واحد من أبناء إبراهيم إسحاق ثم يعقوب ثم واحد من أبناء يعقوب الاثنى عشر هو شخص يهوذا أو سبط يهوذا لكنه هيأتي من بيت أو من عشيرة معينة في سبط يهوذا وهي بيت داود بيت يسا أبو داود هيأتي منه شخص المسيح وبعدين يقول لنا بقى إعلانات عن حياته عن خدمته عن دخوله إلى العالم عن المدينة اللي هيولد فيها عن رسالته عن موته عن قيامته عن رفض الناس لي كل هذه التفاصيل أعطاها الله لنا تدريجيا عشان كده بيسمى الإعلان الإلهي على أنه إعلان متدرج أو progressive revelation ده طبعا بيختلف عن ما يطلق عليه في الإسلام الناسخ والمنسوخ لا يوجد شيء عندنا في الكتاب اسمه ناسخ ومنسوخ يعني الله ما أعلنش حاجة عن المسيح مثلا في إنجيل في سفر التكوين وبعدين قال لا يا الناس كده تفهمها غلط أنا أحسن حاجة ألغي اللي فات وأدي إيه أو حاجة جديدة أو الله أعطى تشريع معين وبعدين قال لا لا التشريع ده مش صح الناس بتسيء استخدامه أنا أديهم تشريع غير التشريع ده احنا ما عندناش الكلام ده في كلمه الله كلمه الله فيها اعلان متدرج زي البناء اللي بيكتمل اللي بيضع الرب الاساس ثم مع الوقت يكتمل هذا البناء للدرجه انك ترى هذا البناء بكل وضوح وده بالظبط اللي قالوا لنا الوحي الالهي على لسان كاتب العبرانيين وفي الاصحاح الاول وفي العدد الاول لما قال الله الله كلم بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه يعني الله تكلم وبعدين اكتمل هذا الاعلان الالهي في شخص يسوع المسيح عشان كده اعلان الله عن ذاته بنجده في الكلمه المكتوبه بانواع وطرق كثيره الله كلم بها الاباء من خلال الانبياء قديما لكنه في العهد الجديد كلمنا من خلال ابنه شخص الرب يسوع المسيح كمال اعلان الله الكلمه المتجسد النهارده هنكمل الجزء الثاني في رحله ميلاد المسيح كما سجلها لنا العهد القديم يبقى اتكلمنا عن تكوين 3 -15. اتكلمنا عن إنه هيأتي من نسل سام، اتكلمنا عنه إنه هيأتي من نسل إبراهيم من كابن للوعد إنه من خلال نسل إبراهيم الرب هيبارك كل الأمم وكل الشعوب، لكن كمان في في حياة المسيح وفي من خلال أيضاً حياة أشخاص معينين في الكلمة المقدسة بنجد إنه كانوا يرمزوا في بعض الامور في حياتهم وليس في كلها الى شخص الرب يسوع. فمثلا اسحاق كان رمز للرب يسوع. ولما اقول رمز للرب يسوع ليست كل جوانب حياته كانت رمز لكن في بعض الامور الخاصه في حياه اسحاق كان اسحاق ابن ابراهيم رمزا للرب يسوع المسيح. هتكلم عن هذا الموضوع واضع امام حضراتكم بعض الامور اللي فيها كان اسحاق بيو او رمز للمسيح يسوع له كل المجد. اول حاجه ولاده اسحاق احنا نعرف انها كانت ولاده معجزيه، يعني الطريقه اللي اتولد بيها اسحاق كانت طريقه كانت طريقه معجزيه فولادته كانت بطريقه معجزيه وكذلك ايضا دخول الرب يسوع إلى العالم كان أيضا بطريقة معجزية أنه العذراء مريم وجدت حبلى من الروح القدس فالاثنين واحد ولد من رحم ميت زي ما بيتكلم عنه الرسول بولس في روميا إصحاح أربعة إنه من رحم ساره وماتت رحم ساره انه خرج من هذا الرحم الميت فكان هذا معجزه لانه ابراهيم كان عنده 100 سنه وساره كان عندها 90 سنه واكثر من كده ساره كان عندها مشكله اخرى مش بس العمر لكن كان عندها ايضا مشكله انها عاقر لا تحبل فبالتالي ولاده اسحاق كانت كانت ولاده معجزيه ولاده الرب يسوع له كل المجد ايضا ولاده معجزيه المسيح هو الابن الوحيد الذي في حدن الاب ولما نتكلم عن الابن احنا اتكلمنا قبل كده عن الثالوث الاقدس واتكلمنا عن يعني ايه الاب يعني ايه الابن يعني ايه الروح القدس واتكلمنا نحن لا نتحدث عن ثلاثه الهه اب وابن وروح القدس لكن نتكلم عن ذات الله نتكلم عن كلمه الله نتكلم عن روح الله فالمسيح او كلمه الله كان موجودا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان المسيح هو الابن الوحيد الذي في حضن الاب ايضا هنشوف بعد كده ازاي انه ايضا اسحاق هو الابن الوحيد المحبوب لما الرب ظهر لابراهيم وقال له يا ابراهيم خذ ابنك وحيدك قال له يا ابراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق فهو الابن الوحيد المسيح ايضا عاش حياه الخضوع كذلك ايضا اسحاق في خضوعه للاب اسحاق كان رمز لل للشخص الرب يسوع المسيح يعني لما نقرأ في سفر التكوين وفي الأصحاح 22 عندما ظهر الرب لإبراهيم وامتحن الرب إبراهيم يقول الكتاب وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب الى ارض المريه واصعدوا هناك محرقه على إح احد الجبال الذي اقول لك فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقته وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا انتما ها هنا مع وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا وكلم إسحاق أباه وقال يا أبي فقال هانذا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني فذهب كلاهما معا فلما اتيا طبعا وضع الحطب ورتب اسحاق وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب في هذا الاصحاح بنجد الخضوع الكامل لاسحاق لابيه ابراهيم لم يقاوم بل كان خاضعا وهكذا ايضا المسيح الذي وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب ان افعل مشيئتك يا الهي سررت كان المسيح في حياته في خضوع كامل وفي طاعه كامله لتحقيق مقاصد الاب ايضا المسيح ابراهيم سوري ابراهيم اخبر عبيده بانه هيرجع مع الصبي بعد ما يسجد لله وهياتي الاثنين معا ويرجعوا الاثنين معا كذلك المسيح ايضا اخبر تلاميذه انه في اليوم الثالث يقوم من بين الاموات اسحاق حمل الحطب وصار به الى موضع المذبح حيث اراه الله وهنا المسيح ايضا في حياته حمل الصليب الى الجلجثه اسحاق أيضا وضع على المذبح المسيح ورفع على الصليب من خلال حياة إبراهيم أظهر إبراهيم حبه لله لكن من خلال ذبيحة المسيح أظهر الله حبه للعالم الخاطئ في تكوين 22 الله دبر الفداء الله يرى يهوى يرى يهوى يدبر وراى ابراهيم كبشا فقدموا كفاره عن ابنه نيابة عن ابنه والمسيح يسوع قدم نفسه ذبيحة حية من أجلنا على عود الصليب عشان كده لما يكلمنا الكتاب المقدس يكلمنا على أن المسيح مش بس أن إسحاق كان رمزا له لكنه أيضا المسيح هو بحسب الجسد ابن لإسحاق من نسل إبراهيم من نسل إسحاق من نسل يعقوب عشان كده لما نقرأ في سلسلة نسب شخص الرب يسوع نقرأ هذه الآية الجميلة كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم إبراهيم ولد إيه إسحاق بيرجع هو إلى إلى الخلف ف... فالفكرة هنا أنه المسيح بحسب الجسد هو ابن داود أيوة ابن داود لكنه داود هو أيضا بالجسد ابن لإبراهيم وإبراهيم أيضا هو أب لإسحاق فالمسيح بحسب الجسد هو ابن لإبراهيم لداود ابن لإسحاق ابن لإبراهيم هذه الحقيقة بيأكدها لنا كتاب ميلاد يسوع المسيح أو سلسلة نسب شخص الرب يسوع المسيح كما ذكرها لنا متى في انجيله في الاصحاح الاول عندما تحدث عن من هو يسوع المسيح. طيب الشخصيه الثانيه بقى يبقى احنا شفنا قد ايه اسحاق كان رمز للمسيح. الشخصيه الثانيه اللي نجدها في سفر التكوين وكان ايضا فيه رمز للشخص ربنا يسوع المسيح هو شخصية يوسف شخصية يوسف وشخصية يوسف من جوانب كثيرة كان يوسف رمزا للرب يسوع المسيح ناخد بعض الامور ونشوف قد ايه انه الاثنين متشابهين في هذه الامور يعني التشابه ما بين الرب يسوع وما بين يوسف او انه كان يوسف رمز لشخص الرب يسوع المسيح بحسب سفر التكوين ابتداء من اصحاح سبعه وثلاثين بيكلمنا الكتاب عن شخصيه يوسف وبيكلمنا عن حياته بيكلمنا عن شبابه بيكلمنا عن معاملة إخواته لي بيكلمنا عن محبة أبوه له بيكلمنا عن المؤامرة اللي تمت ضده بيكلمنا عن نزوله إلى مصر بيكلمنا أيضا عن وجوده في بيت فوتيفار وأنه ظلم وأنه اتهمة وأنه رمي في السجن ظلما أنه ما حد سأل فيه لكنه في الآخر حياة في آخر حياة يوسف كان هناك تمجيد فبعد الاتضاع الحياة الاتضاع اللي عاشها عاش أيضا يوسف واختبر التمجيد فلما بندرس حياة يوسف وبندرس حياة المسيح بنجد أنه يوسف من نواحي كثيرة جدا كان فيها رمزا لشخص المسيح أول حاجة أنه الاثنين يوسف والرب يسوع المسيح اختبر الرفض من اخواتهم عشان كده لما نقرا في تكوين 37 انه يقول الكتاب انه وبغضه اخواته اخوات يوسف ابغضوه ولم يكلموه ده كان يعني رد فعل اخواته تجاهه لما نقرا عن الرب يسوع في العهد الجديد ونقرا في انجيل يوحنا ونقرا في انجيل يوحنا يقول لنا ايه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، فزي ما يوسف رفض من اخواته ايضا المسيح رفض من خاصته، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، الاثنين ايضا نزلوا الى مصر. الاثنين نزلوا الى مصر يوسف بيع كعبد الى المصريين، يعني لما خدوه الاسماعيليين ونزلوا بيه في القافله بتاعهم بتاعتهم الى مصر بيع يوسف كعبد الى المصريين خدوا فوطيفار وصار له عبدا الرب يسوع ايضا الرب يسوع نزل الى مصر نزل هاربا كطفل الى مصر عندما اغتاظ هيرودس الملك واراد ان يقتل هذا الملك المولود في بيت لحم في اليهوديه ظهر ملاك الرب لمريم وليوسف في حلم وقال لهم خدوا الصبي وأنزلا إلى مصر فخذ الصبي ونزلوا به إلى مصر يوسف زي ما نزل إلى مصر المسيح أيضا نزل إلى مصر يوسف نزل إلى مصر كلاجئ كعبد المسيح نزل إلى مصر كلاجئ لم يكن له مكان في اليهودية بسبب الخطر الذي كان موجودا يوسف أيضا قبض عليه ظلما عندما عندما اتهمت امراه فوطيفار يوسف ظلما كويس اخذ فوطيفار يوسف ووضعه في السجن فهو تم القبض عليه ظلما المسيح يسوع ايضا قبض عليه ظلما اسلموه حسدا ان رب يسوع لم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش لكنه عاش حياه القداسه والبر لكنه تم القبض عليه ظلما وحكم أيضا ظلما يوسف زي ما قلت بيع كعبد للمصريين لفوتيفار بيع كعبد وثمن العبد في الكتاب المقدس هو 30 من الفضة طبعا يوسف كان قبل الشريعة المساوية فاحنا ما نعرفش بالضبط الدفع فيه قد ايه في مصر لكنه بحسب الشريعة المساوية انه قيمة العبد بتساوي 30 من الفضة الرب يسوع دفع فيه ثلاثين من الفضة عندما أراد يهوذا أن يسلمه وذهب إلى قادة اليهود وقال لهم أنا اللي أنتم عايزينه أنا هسلمه لكم قالوا له خلاص وإحنا هندي لك الفلوس بتاعتك يعني تمن هذه البيعة فدفعوا له ثلاثين من الفضة تم كأن المسيح كان يعني بقيمه العبد ايضا التشابه والرمز ما بين يوسف وما بين المسيح بنجده في امور اخرى الاثنين الاثنين اتهم ظلما الاثنين اتهم ظلما زي ما قلت امراه فوتيفار اتهمت يوسف ظلما كذلك ايضا المسيح اتهم ظلما الاثنين جربا وانتصر على التجربة يعني يوسف عندما جرب من امرأة فوتيفار وكانت امرأة فوتيفار تكلمه باستمرار وتطلب منه أن يأتي ويتجع معها ويخون وتخون زوجها إلا أن يوسف أصر في كل مرة وقال هذه الكلمة الرائعة كيف أن أخطئ كيف لي أن أخطئ إلى الله كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله نجح يوسف في التجربه كذلك ايضا المسيح في التجربه على الجبل ايضا جرب ثلاث مرات لكنه ايضا في كل مره كان منتصرا على هذه التجارب الاثنين حكم عليهما مع لصوص يعني لما لما وضع يوسف وضع في السجن مع ساقي الملك ومع خباز الملك مع ناس اتهموا آآ آآ وحكم عليهم من قبل القضاء المصري الرب يسوع أيضا عندما آآ آآ يعني حكم عليه حكم عليه أيضا مع للصين واحد علق عن اليمين والآخر علق على اليسار الاثنين أيضا غفر وسامح المذنبين إليهما يوسف قال لإخواته أنا مش هأذيكم إنه حاش لي أن أفعل هذا أنه أنتم قصدتم بي شراً أما الرب فقصد بهذا الشر خيراً وأن الرب استبقاني لكي يعني يستبقي حياة ولكي ما يكون حياة يوسف لم ينتقم من إخواته لم ينتقم مع أنه كان عنده كل السلطان والقوة والجبروت أنه مش بس أنه يعني يخليهم يدفعوا ثمن غلطتهم لكن ايضا يخلي حياتهم كلها ندم على فعلتهم التي فعلوها معه انه ينتقم كان بيده ان ينتقم الا انه رفض ان ينتقم والرب يسوع على الصليب عندما نظر الى الجموع التي صرخت وقالت اصلبوا اصلبوا دموا علينا وعلى ابنائنا يقول الكتاب إن يسوع المسيح له كل المجد صلى من أجلهم وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون غفر غفر الاتنين كانت مهمتهم هي استبقاء حياة خلاص ناس الأرض كلها كان فيها مجاعة إلى أنه للدرجة أنه يعني مش بس أرض مصر قعدت سبع سنين فيها خير وبعدين سبع سنين مجاعة إنه الأرض من حوالين مصر كلها كان أيضا فيها مجاعة كانت الناس بتأتي من كل مكان وتشتري قمح من مصر ورب أقام يوسف لاستبقاء حياة الرب أيضا أرسل ابنه يسوع المسيح لكي ما يخلص ما قد هلك عشان كده لما يكلم متى الحبيب عن ولادة الرب يسوع ويقول هذا الكلام هذا الكلام الملاك فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم يوسف خلص الناس من المجاعة الرب يسوع يخلص الناس من الهلاك الأبدي يخلص الشعب من خطاياه الاثنين تمجدا يوسف رفع وصار الرجل الثاني في كل ارض مصر واتى اليه اخوته وسجدوا امامه الرب يسوع ايضا قام منتصرا من بين الاموات وقال هذه الكلمات انه دفع الي كل سلطان ممن في السماء ومن على الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعلموهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ويقول الكتاب فسجد التلاميذ له وهياتي الوقت قريبا عندما تكسو باسم يسوع كل ركبه ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب هذه هي الحقيقة اللي بيكلمنا عنها الكتاب المقدس. والإنسان اللي مش بيسجد النهارده للرب يسوع بقلبه هيسجد أمامه كملك ديان لكل الأرض. وأنا عزيزي المشاهد بصلي من كل قلب إنك تكون عرفت المسيح المخلص الذي تسجد له وتعبده اختبرت محبته وخلاصه وفدائه. اختبرت إنه كيف إنه أحبك إلى المنتهى. كيف انه مات من اجل خطاياك كيف انه ايضا حي وكيف انه سياتي ليدين الاحياء والاموات تمجيده ده ده ال يعني الصوره خلينا نقول ايه اسحاق كان صوره مصغره في بعض الامور للرب يسوع وكذلك ايضا يوسف كان صوره مصغره للرب يسوع في بعض الجوانب من من حياته فالنقطه الاساسيه اللي بيكلمنا عنها الكتاب هنا احبائي انه العهد القديم بيشهد عن الرب يسوع بيشهد عن ميلاده عن دخوله العالم عن خدمته عن حياته عن ايضا تمجيده لكن كمان يبقى شفنا ان الرب يسوع هو نسل المراه شفنا ان الرب يسوع من نسل سام شفنا انهم نسل ابراهيم انه هو من نسل اسحاق واسحاق كان رمزا له في بعض الامور ايضا شفنا انه ازاي منه في بعض التشابه بين الرب يسوع وايضا يوسف كان يوسف رمزا للمسيح في بعض الامور لكن قبل ما نترك سفر التكوين هناك ايضا نبوه اخرى عن الرب يسوع في سفر التكوين احنا عارفين انه انه, إنه ابراهيم انجب اسحاق واسحاق انجب يعقوب ويعقوب أنجب إثنى عشر ابنا كويس فكان عنده 12 ال 12 دول هم أساس الأمة اليهودية يعني منهم أتت الأمة اليهودية ال 12 دول فرد صاروا هم أيضا ال 12 سبط المكونين لشعب إسرائيل لكن المسيح مش هياتي من ال 12 سبت. اكيد زي ما قلت الاعلان الالهي المتدرج بيبدا مع الوقت يقول لنا من اين سياتي المسيح؟ هياتي من نسل المراه، هياتي من 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 نسل سام، هياتي من ابراهيم، ايضا هيكون من اسحاق ويعقوب لكن من انهي واحد من اولاد يعقوب الاثني 12؟ هنا بتاتي نبوه جميله جدا. ونشوف قد ايه الفوكس بيبقى بيركز على واحد من أبناء يعقوب الاثنى عشر وهو يهوذا 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 هو رقم أربعة يعني في الترتيب لويين شمعون ولاوي ويهوذا ويهوذا ذكر انه الرب يسوع سياتي من نسله في سفر التكوين وفي اصحاح 49 وفي عدد عشر يقول لنا الكتاب انه في هذا الجزء انه يعقوب كان على فراش يعني خلاص بيودع وكان مريض ويقول الكتاب ودع يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم يبقى كان خلاص هو متقدم في الأيام وهو على فراش المرض وقبل أن يترك أراد يعقوب أن يجمع أبنائه الاثنى عشر وعلى فكرة هذه البركات لما يتكلم الأب هنا ونحن نتكلم عن الأب هنا بنتكلم عن الآباء البطارقه الاباء الذين اختارهم الرب لكيما يكونوا اداه وجزء من مرحله تاريخ الخلاص والفداء فلما يتكلم عن يعقوب لما يعقوب يتكلم عن الأبناء ويبارك أبناء الاثني عشر هذه البركه هي في الاصل نبوه يعني يعني مش بيقول لهم انه روحوا ورب يبارككم وان شاء الله يعني تبقى حياتكم بهذا الشكل يعني لا البركة اللي بتخرج من فم الاب سواء لما خرجت من فم اسحاق او او اللعنة اللي خرجت من فم ايضا نوح على على حام ابو كنعان وهنا على الاسباط الاثنى عشر هذه البركة هي نبوة عن المستقبل ماذا سيصيب كل سبط من هذه الأسباط في المستقبل وإيه هو نصيبه وإزاي هيكون شكله وهي قوته وهي مناطق الضعف فيه ومناطق القوة فيه وإزاي هيكون إلى آخر هذه الأمور فلما يتكلم هنا يعقوب بيتكلم بنبوة عشان كده هو قال بالروح القدس أنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام هي نبوة هذه النبوة مرتبطة بكل سبط من الأسباط لما يأتي بقى إلى لما يأتي إلى سبط يهوذا يقول هذه الكلمات عن يهوذا يقول لنا الأول خلينا أقرأ الجزء الأول من الكتاب هنا وبعدين هاخد الآية دي اللي موجودة في عدد عشر يقول من بداية هذه البركة يهوذا جر أسد من فريسة صعدت يا ابني جثى وربض كأسد وكلب ومن ينهده يبقى يهوذا اتصف بالقوة كصبت اتصف بالقوة كقوة الأسد في افتراسه في جبروته في قوته في عشان كده حتى لما نقرا فيما بعد في مرحلة الخروج نجد ان السبط الذي كان يتقدم شعب اسرائيل في المسيرة هو سبط يهوذا يعني اول سبط يتحط في المسيره لما كانوا يتحركوا كان يبقى في ست أسبات ماشيين ورا بعض وبعدين تابوت الرب مع اللويين او الخيمه خيمه الاجتماع وبعدين في ست اسباط ماشيين في الخلف كان الاول واحد بياتي في الترتيب هو سبط يهوذا بسبب القوه هنا النبوه دي بدات تتحقق انه كاسد لكنه مش بس بيوصف لنا قوه سبط يهوذا بيكلمنا عن أيضا مستقبل يهوذا بيقول لنا إيه بيقول آآ آآ يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون أو شيلو وله يكون خضوع شعوب يبقى يهوذا هيستمر مش هينتهي هذا الصبت ولن يزول الملك من يهوذا هيظل الملك في يهوذا حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب يبقى النص ده زي ما موجود قدامنا باللغه العبريه انه شيلو مين شيلو؟ مين هذا الشخص؟ او حطيناه بالعربي شيلون. اول حاجه بيقول لنا هنا ايه؟ كم حقيقه بيقولهم عن سبط يهوذا؟ النبوه دي مهمه جدا لانها نبوه محوريه والنبوه دي هي على فكره بتربط سفر التكوين ايضا بسفر الرؤيا. يعني يعني زي ما قلت انه اعلان متدرج فبالتالي الله ما اعلنه قديما يعني احنا لو خدنا النبوه دي وقلنا انه زمن هذه النبوه زمن هذه النبوه يمكن حوالي سنه 1900 ومش فاكر اليوم بالظبط لكن 1900 قبل الميلاد 1900 وشويه قبل الميلاد فبالتالي النبوه دي بقى لها 4000 سنه لحد النهارده ولسه اكتمال تحقيقها هي فيها جزء اتحقق لكنه اكتمال تحقيقها ايضا هيكتمل عندما ياتي الرب يسوع في مجيئه الثاني. لا يزول قضيب، كلمة قضيب هنا هو قضيب الملك، دايما حتى المصريين لما الاقي يعني تماثيل الفراعنة او ماسك قضيب في يده عصا في يده دي تعتبر عصا الملك، قضيب الملك. يبقى لا يزول ملك من يهوذا ولا يزول مشترع يسن قوانين ملك ايضا كلمتين بيشيروا الى الملك من بين رجليه حتى ياتي هذا الشخص يبقى ايه اللي بيقوله هذا النص بركه يعقوب ليهوذا تضمنت عده اشياء اول حاجه تضمنت الاستمرار حتى ياتي شيلو المسيح احنا نتكلم عن الجزء ده وهشرحه بالظبط يبقى تضمنت الاستمرار ليهوذا حتى ياتي شخص ما كويس دي البركه حاجه ثانيه ان يهوذا ينال مدح اخوته يهوذا لما يقول حتى هنا لما يبدا اياك يحمد اخوتك يعني يعني انت انتصبت مسار اعجاب ومدح من اخوتك لك المكانة الاولى في اسرائيل هو مش الاول رأوبيم هو الاول هو مش البكر هو رقم اربعة لكنه صبت يهوذا اخذ المكانة الاولى البكرية دائما في حتى في الكتاب المقدس لا تعني بس إنه الشخص خد إنه ال... إنه مولود الأول لكن البكرية تعني إنه المكانة الأولى في تحقيق في تحقيق المقاصد الإلهية لما يقول آه يعني كتير عن الأمور دي في الكتاب المقدس فلما يكلم عن المكانة الأولى في إسرائيل الانتصار على الأعداء إنه يهوذا منتصر على الأعداء انه طاعة الأمم له له خضوع الأمم دي البركات لما نيجي بقى لكلمة شيلون مين هو شيلون ودي كلمة طبعا شيلون هنا كل المفسرين بلا استثناء بيرفضوا انه شيلون دي تكون مكان لأنه في 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 بعض النصوص في الكتاب المقدس كلمة شيلون ده المكان اللي كان فيه الخيمة فهي ليست مكان يبقى نطلع ده من فكرنا شيلون او شيلو شي شيلو بالعبري الكلمه مركبه من كلمتين هي كلمه شي وهي اختصار لكلمه اشير الذي لان احنا بنترجمها الذي اي الذي والكلمه الثانيه هي لو يبقى الذي له يبقى لو حبيت احطها اقول الذي له بس الذي له ايه يعني حتى ياتي الذي له. يعني لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى ياتي الذي له. لكنه يكمل الذي له الحكم الذي له الاكرام والسجود والعباده الذي له خضوع الامم والشعوب يبقى يهوذا هيستمر كسبت. لن يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شخص المسيا الذي له يكون خضوع الشعوب والامم شخص المسيا الذي له يكون خضوع الشعوب والامم المسيح اتى من سبط يهوذا شوفوا لما نقرا الكتاب المقدس كلمه الرب فعلا عجيبه يعني من ينظر الكتاب المقدس نظره يعني متدين نظره دون يعني متدنيه اللي ينظر الكتاب المقدس مش نظره ساميه لكن نظره متدنيه مش فاهم في كلمه الله مسكين ليه لانه ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم فيقول ولا يفعل مش ممكن الله يكون بيقول حاجه وما يفعلهاش. لما نقرا في العهد القديم ونجد انه ازاي ان الاسباط العشره اللي هم كانوا مملكه اسرائيل اللي كانت في الشمال هذه الاسباط العشره سنه 722 اتثبت على يد اشور وانتهت الاسباط العشره. يعني احنا بنسميهم ذا lost 10 اوف ترايب اوف اوف اسرائيل يعني العشر اسباط اللي ضاعوا من اسرائيل ما نجتش بعد 722 قبل الميلاد اي تسجيل اخر للعشر اسباط او احتفاظا بالنسل او بالانساب بتاعه هذه الاسباط الاسباط راحت زي ما احنا نقول كده راحت وايه وما رجعتش اتثبت هذه الاسباط وما رجعتش وضاعت اللي بقى تحت هو مملكه مين؟ المملكه الجنوبيه. كويس؟ هذه المملكه الجنوبيه كان اكبر سبط فيها هو سبط مين؟ سبط يهوذا، هي كانت سبط يهوذا بالكامل. ومجموعه من بنيامين، لكن كان السبط المتملك والمتحكم ومنه وصاحب السياده على مدينه اورشليم وعلى المملكه الجنوبيه كلها كان سبط مين؟ سبط يهوذا. سبط يهوذا الرب حافظ عليه بالرغم من شروره واتامه الرب حافظ عليه لانه رب امين نحو كلمته وحتى لما اتسبى سبط يهوذا واتسبت المملكه الجنوبيه على يد بابل نبوخذ نصر سنه 586 قبل الميلاد وراحوا الى الى بابل ابقى الرب لهم بقيه يعني يقول الكتاب لولا ان الرب أبقى لنا بقية لسرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة فالرب أبقى له بقية هذه البقية هي بقية باقية تقية من سبط يهوذا ليه الرب حافظ عليها لأن الرب قال أنه مش هينتهي سبط يهوذا حتى يأتي منه المسيا المخلص عشان كده لما نتكلم حتى في سفر إشعياء سفر إشعياء وفي أصحاح 11 أرى لكم جزء يتكلم فيه عن الغصن أوقات آه كتير ممكن نقرا الأشياء دي ونقول له هو بيتكلم عن إيه هنا يقول إيه؟ يقول في أصحاح 11 من سبت من سفر يهوذا يتكلم ويخرج قضيب من ياسا يبقى يخرج ملك من ياسا ياسا بيت ياسا اللي هو ابو داود منين من يهوذا من يهوذا ما هو ده السبط اللي الرب اختار منه بيت عشيره وده اللي هياتي منه المسيا فالرب يقول هنا ايه ويخرج قضيب من يس وينبت غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمه والفهم روح المشوره والقوه روح المعرفة ومخافة الرب ولا ذاته تكون في مخافة رب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنه بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويكون البر منطقة متنه ولا والأمانة منطقة حقويه مين الشخص ده يعني يقول أن الرب أبقى غصن الشجرة اتقطعت بالسبي لكن الجذور الرب أبقاها لكي ما يأتي في يوم من الأيام غصن ينبت من هذه الأسرة ومن هذه ومن هذا الصبت هو شخص الرب يسوع عشان كده ظلت الأنساب بتاعت سبط يهوذا موجودة. حتى لما راحوا السبي ظلت الأنساب موجودة. وظل التسجيل المواليد موجود. ولما رجعوا من السبي سنة 539 لما كورش الملك أصدر قرار باللي عايز يرجع إلى بلده يرجع فرجعوا اليهود اللي كانوا موجودين في بابل رجعوا أورشليم واحتفظوا بإيه؟ احتفظوا بسجلات هذه السجلات قعدت معاهم لحد سنة سبعين ميلادية لحد سنة خراب أورشليم سنة سبعين ميلادية وعشان كده بعض اليهود اللي أمنوا بالرب يسوع اللي كانوا من شعب إسرائيل وبعدين درسوا الكتاب المقدس قالوا مش ممكن أبدا أنه المسيح المنتظر يكون اتولد بعد سنة سبعين ميلادية ليه؟ لأنه السجلات فقدت النهاردة ما عندناش هذه السجلات السجلات فقدت فلا بد أن يكون المسيح المسيح المنتظر اتولد وأتى إلى العالم قبل سنة سبعين ميلادية طب مين اللي جه قبل سنة سبعين؟ يسوع المسيح هو يسوع المسيح ودي كانت الطريقة اللي بيها قبلوا يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتهم وآمنوا بالمسيا اللي رفضوا شعب إسرائيل تاريخ كله بيشهد عن كده المسيح من سبط يهوذا كما أنه ابن داود بحسب إيه؟ بحسب الجسد السبط الوحيد الذي استمر في الوجود حتى ميلاد ربنا يسوع المسيح هو سبط يهوذا أو خلينا نقول السبط البيور النقي هو سبط يهوذا. يعني قد إيه كلمة الرب فعلا صدق الرب النبوات اللي قالها الرب من 2000 سنة قبل ميلاد الرب يسوع بتتحقق وبتتحقق بالطريقة اللي الرب قال عنها وبالظبط في الأماكن ومن الأشخاص اللي اتكلم عنهم الرب يسوع الرب في العهد القديم. بعد ميلاد بعد ميلاد الرب يسوع اختفى كل سجل للانساب بسبب خراب اورشليم يعني ما فيش عندك سجلات ترجع الى ما بعد او ما قبل سنه 70 ميلاديه ما عندناش هذه النبوه تضمنت اشاره الى المجيل الاول التجسد انه هياتي منين من سبط يهوذا هياتي منين من بيت داود هو ابن داود بحسب الجسد لكن كمان هذه النبوه بنسميها نبوه مضغوطه يعني ايه نبوه مضغوطه يعني النبوه الزمن فيها غير محدود فهي بتتكلم عن التجسد كويس وبتتكلم عن المجيء الثاني لما نقرا هنا لو رجعنا مره ثانيه الى الى تكوين ااا أه, خليني أه, تكوين 49 النبوه بتاعت سبط أه, يهوذا لما يقول كده انه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلو وله يكون ايه خضوع الشعوب طيب النهارده ممكن نقول ايه اين الشعوب التي تخضع للمسيح؟ ده الى خاصته جاء وخاصة لم تقبلوا أين هذه الشعوب اللي بيقبلوا أشخاص اللي بيملكوا الرب يسوع على قلوبهم وعلى حياتهم أشخاص آه وفي كل مكان من كل قبيلة ومن كل شعب ومن كل لسان ومن كل أمة لكن هذه النبوة وله يكون خضوع الشعوب دي مرتبطة بمجيئه الثاني وعش كده هذه النبوة نبوه مضغوطه بتتكلم عن المجيء الاول انه 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 هياتي من سبط يهوذا هيتجسد كويس لكن في نفس الوقت بتتكلم عن بعد اخر وهو المجيء الثاني للرب يسوع المسيح هذا الجزء بنراه بوضوح زي ما قلت في سفر الرؤيا ولما نروح الى سفر الرؤيا ومن اصحاح خمسه نجد هذه الكلمات الجميله التي راها يوحنا الحبيب يقول يوحنا ورايت على يمين الجالس على العرش دي رؤيه مش حاجه فيزيكال لكنه رؤيه والله أوقات كتيره بيستخدم يعني انه انه امور نقدر احنا كبشر نستطيع ان نفهمها ورايت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعه خطوم ولما يكون السفر مختوم بمعنى انه شيء اولا قانوني شيء ملك لرب وحده شيء ايضا لا يستطيع اي شخص انه يفتحه ورايت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه مين يقدر يفتح السفر ده ويقول لنا اللي مكتوب فيه فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه فصرت انا ابكي كثيرا يوحنا عندما شاف هذه الرؤية يقول, يقول عن نفسه انه بكى لانه ما حدش لا في السماء ولا على الارض يستطيع انه يفتح هذا السفر ويقول لنا مضمون هذا السفر في ايه يقول فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقراه ولا ان ينظر اليه حد هنا نقف دي الصورة الجانب المؤساوي لكن تبدأ من من بعد كده صورة أخرى تبدأ صورة أخرى فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي واحد من الشيوخ اللي كانوا موجودين 24 أتى إلى يوحنا وقال له لا تبكي ليه لماذا لا أبكي لا يوجد أحد يفتح السفر ولا يوجد أحد يفك خطومه قال له لا تبكي ليه لانه هو قد غلب الاسد لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه لانه قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه قد غلب من اللي غلب الرب يسوع الذي انتصر على الخطيه وحررنا واعطانا خلاصا ابديا وانتصر على الشيطان وأعتقنا من عبوديته قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا أحبائي نحن لا نتبع يسوع الضعيف نحن نتبع نتبع يسوع الاسد الخارج من سبط يهوذا الذي يقول فيكون ويامر فيصير الذي يستطيع ان يهدئ البحر والامواج بكلمه الذي يستطيع أن يحيي ويميت يسوع المسيح الاسد الخارج من سبط يهوذا هو شخص يسوع اختم بنبوه اخرى في التوراه خليني بصفه عامه وهذه النبوه ايضا عن الرب يسوع بشوفنا قد ايه سفر التكوين مليان آه يعني في رحله ميلاد الرب يسوع ونشوف قد ايه انه في نبوات اتكلمت عن الرب يسوع لكن ايضا في سفر العدد وفي اصحاح 24 من سفر العدد هذه الروايه او الحدث دون انه كان في ملك اسمه بالاق بن صفور وده كان ملك الاموريين ولما خرج شعب اسرائيل من ارض مصر كان شعب غفير جدا ولان الرب كان يسير معهم والاخبار عن هلاك فرعون وعن هزيمة جيش مصر وعن اللي عمله الرب من آيات وعجائب في أرض مصر وعن أن رب شق البحر وعبرهم في البحر كل هذه الأخبار جعلت كل الأمم المحيطه ترتجف تخاف فبالق هنا ملك الأمورين قال أنا الشعب ده جاي ناحيتي أنا لازم أفكر في طريقه ازاي بيها أحد هذا الشعب أنا أجيب حد من الأنبياء ويلعن لي هذا الشعب يعني ينزع البركه منهم فتحل عليهم يحل عليهم غضب الله وعندما يأتوا تحت غضب الله يضعف وبالتالي أستطيع أنا أن أنتصر عليهم فراح إلى بلعام كان واحد من الأنبياء وقال له تعالى وإحنا عارفين القصة بعت له مرة وقال له تعالى وهدي لك اللي انت عايزه فبلعام ما راحش مرة تاني قال له تعالى وهدي لك اللي انت عايزه اللي انت تطلبه لك فبلعام راح وكأنه يعني عايز يسأل الرب أو ياخد برميشن من الرب أنه أروح ولا لأ مع أنه الرب كان قاله قبل كده ما تروحش إلى آخر هذا الجزء واتى إلى بالق وبالق خدوا من كذا ناحية وكل مرة أربع مرات يعني ثلاث مرات قبل المرة الأخيرة أنه في كل مرة بدل ما يقول كلام لعنة كان يقول كلام بركة له أنا جبتك هنا عشان تباركه تلعنهم أنت بتباركهم له كيف لي أن ألعن من قد باركه الرب أنا ما أقدرش لكنه بلعام نطق بكلمات جميله جدا قال ايه بقى بلعام اخر نبوه قالها عن الشعب وحي بلعام بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين اللي الرب بيديله بصيره لكيما يبصر الامور الروحيه وحي الذي يسمع اقوال الله ويعرف معرفه العلي الله العلي الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين امام الرب بيسجد لكنه في نفس الوقت الرب يديله انه يرى رؤيا يقول اراه ولكن ليس الان هنا بقى النقطه دي اراه ولكن ليس الان ابصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل شفتوا هنا برضو في كلمه قضيب ها ملك ولكن يقول يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل من الذي راه لكن ليس الان يقول اراه ولكن ليس ايه الان يبقى هو بيتكلم عن الزمن هو شايفه في الرؤيا لكنه مش موجود في الوقت الحاضر يبقى ده شخص مستقبلي جاي في المستقبل كويس يبقى من حيث المستقبل من حيث الزمن هو في المستقبل ليس موجود الان من من الذي ابصروا ولكن ليس قريبا يقول ابصروا ولكن ليس ايه قريبا يبقى من حيث المكان ايضا هو في مكان بعيد هذا الشخص وصف بوصفين كوكب وقضيب اشاره الى طبيعته الملكيه احنا عارفين انه زي ما الاسد والقضيب وال دي رمز للملكيه ايضا هنا الكوكب نجم والقديب في هذه الايه يرمز الى الصفه الملكيه يبرز ويقوم تشير الى المستقبل يسوع المسيح عند ميلاد يسوع المسيح كوكب الصبح المنير عند ميلاد يسوع المسيح يقول كتاب في متى وفي اصحاح اثنين يقول الكتاب هذه الكلمات انا عارف انه الخط صغير بس انتوا عارفين كل الحكايه انه لما ولد يسوع في بيت لحم اليهوديه في ايام هيرودس الملك اذ مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود يبقى المجوس دول اتوا من المشرق من بلاد بعيده راوا النجم في المشرق يقولك يقولوا فاننا راينا نجمه الكوكب راينا ايه نجمه في المشرق واتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم معهم فجمع كل رؤساء الكهنه وكتبت الشعب وسالهم اين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهوديه لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. إلى آخر هذا النص أنه ازاي أنه وصلوا إلى بيت لحم ووصلوا إلى المزود وفتحوا كنوزهم أمام الرب يسوع وقدموا له ذهبا ولبانا ومرا وسجدوا ثم رجعوا. المسيح هو الكوكب لما قال عنه بلعام اراه أه؟ لكن ليس الان ابصره ولكن ليس قريب يبرز كوكب يبقى الكوكب النجم رمز للرب يسوع المسيح وهنا في ميلاد الرب يسوع له كل المجد في ميلاده ظهر نجم في المشرق قاد المجوس الى حيث ولد يسوع المسيح فسجدوا امامه وقدموا له الهدايا عشان كده كاتب العبرانيين يقول لنا عن شخص الرب واما عن الابن كرسيك يا الله بمعنى واما عن الابن الذي هو الله كرسيك الى دهر الدهور قديم ملكك قديم استقامه والملك هو الملك ويقول ايضا الرب يسوع في سفر الرؤيا عن نفسه انا يسوع انا اصل وذريه داود كوكب الصبح المنير يا بخت من عرف يسوع المسيح ويسير في نوره وبنوره نرى نورا الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم